مساء الخير زوار في الجول دوت كوم ومتابعينا لايف جديد من في الجول دوت كوم. والنهارده كلامنا هيكون عن نص نهائي سوبر الاسباني اللي جمع النهارده بين ريال مدريد وفالنسيا 3-1 لريال مدريد. انا فادي اشرف ومعايا رومان جمال. ازيك يا رومان؟ ازيك يا فادي؟ الحمد لله كله حلو. ايه رايك في اللي حصل النهارده كده؟ ريال مدريد كان ممتع. ممتع مسيطر كويس جدا بعد ما بدايه مهتزه لاول الموسم والناس كلها قعدت شككت، وزيدان مش مدرب قوي، زيدان مش ايه، غيابات، بنزيما مش موجود، هازارد مش موجود، رودريجو بيخش شويه، فينيسيوس شويه، طبعا ما كانوش موجودين النهارده، بس قصدي بشكل عام بشكل عام على سيزون بيدخل اللعيبه النهارده خمسه في الوسط، كروس واسكو وكل الناس سيطروا، كازيميرو، يعني اعتقد الماتش كله كان مايل شويه مايل صحيح مايل جدا. مدريد امتاع حتى في الاجوال، تحس اللعيبه نفسها فايقه، جول كروس اللي هو الكورنر الاولاني ده لما شاف الحارس بتاع فالنسيا خارج، فالماتش كان حلو جدا، سيطره كبيره. ريال مدريد بيسير بخطى ثابته جدا وتصاعديه كويسه جدا مع زيدان الموسم ده. حد ممكن يقول لك ان ريال مدريد يعني من اسبوعين ريال مدريد وفالنسيا كانوا متعادلين في او ثلاث اسابيع ريال مدريد وفالنسيا متعادلين في الدوري، وكانت مباراه صعبه جدا على ريال مدريد، وكان ممكن جدا ان هم ما يكسبوش او ما ياخدوش نقطه من المباراه عموما. الشهيره بتاعت كورتوا بالظبط كده. ف الناس دلوقتي بتقول ايه اللي ممكن يكون اختلف، هل مستوى فالنسيا اللي نزل ولا ريال مدريد في مستوى تصاعد مستمر؟ ممكن نقول الاثنين، لكن خلينا نتكلم من ناحيه ريال مدريد اكتر. ريال مدريد زي ما قلت لكم شويه تصاعدي، ماشي بشكل كويس جدا، كل شويه بيعرف هو غلطاته فين، ثغراته فين، بيحاول يسدها لحد ما يدعم نفسه اكتر. زيدان كل شويه بيتطور اكتر، الاول كانوا بيقولوا انه كان محظوظ عشان وجود رونالدو، اكيد لما رجع من غير رونالدو على الفريق كان مهتز، ما كانش بنفس القوه، لكنه دلوقتي هو بدا يعالج نفسه، بدا يطور، بدا يعرف هو نقط ضعفه فين، فبيشتغل عليها انه يقوي نقط قوه عنده. كل حاجه بقت احسن، يعني النهارده يوفيتش مكان بنزيما، لكن خلاص لسه يوفيتش مش هو يوفيتش اللي شفناه مع فرانكفورت السنه اللي فاتت، خط الوسط كله كان متالق يعني. طيب سؤالنا ليكم وسؤال هطرحه على رامي دلوقتي، ريال مدريد منافس قوي على الليجا السنه دي، ابتدى مستوى زي ما احنا بنقول بيزيد يوم عن يوم، هل ريال مدريد يقف فين ما بين عمالقه اوروبا دلوقتي؟ طب نتكلم على عمالقه اوروبا دلوقتي، بنتكلم على ليفربول طبعا رقم واحد، بنتكلم على مانشستر سيتي، بنتكلم على بايرن ميونخ، بنتكلم على يوفنتوس، بنتكلم على العمالقه الناس المرشحه دايما انها تاخد تشامبيونز ليج، ريال مدريد فين من وسط الناس دي؟ بص، ما ينفعش تبعد ريال مدريد طبعا، وانا هسالك نفس السؤال ده في الاخر برضه، بس ما ينفعش تبعد ريال مدريد عن مرشح دائم لدوري الابطال، لكن يعني تعال نتكلم الاول بطل اوروبا حاليا والمرعب وكل الناس عايزه تلعب ليفربول طبعا بكل حاجه، بس بالنسبه لي دلوقتي باللي شفته مؤخرا بدايه من الكلاسيكو اللي ما بعد الكلاسيكو واحده واحده، وحتى من ماتش فالنسيا اللي قبل الكلاسيكو على طول، فريال مدريد مثلا ممكن احطه في الترتيب قبل برشلونه. قبل برشلونه اقوى من برشلونه؟ اقوى من برشلونه باللي شفته بكل حاجه. برشلونه عنده نقطه ضعف مدربه طبعا فالفيردي، انما الناحيه الثانيه بالعكس ممكن يكون سكواد ريال مدريد اقل في الجوده، لكن معاه مدرب بره، معهمش ميسي بالظبط يعني، انما معاه مدرب، معاه مدرب بدا يشتغل، ففي وهو ليه اسلوب بيحاول يشتغل عليه. يعني على الناحيه الثانيه لا، فعشان كده انا اخترت ريال مدريد عن برشلونه الاول. ريال مدريد ولا سيتي؟ ده السؤال الصعب طبعا. سيتي الشهر ده عنده ماتشات كتير جدا، بس امبارح سيتي اللي لعب قدام مانشستر يونايتد كان سيتي المرعب بتاع السنه اللي فاتت، شخصيه طبعا. سيتي مرعبه اللي غابت كتير قوي السنه دي بالظبط. طبعا يونايتد كان ضعيف جدا، لكن دي زي ما انت قلت شخصيه سيتي قويه واللي غابت فتره كبيره في الموسم، فلو سيتي استمر بنفس الاداء ده مع الوضع في الاعتبار ان سيتي هيلعب ماتشات اكتر من ريال مدريد، ممكن عشان في ماتشات كؤوس كتير في انجلترا، فلو سيتي قدر انه يعدي الشهر ده من غير اصابات ويوصل لماتش ريال مدريد من غير اصابات وبالفورمه وبالشخصيه اللي شفناها امبارح، ماتش هيبقى صعب جدا جدا على ريال مدريد. هل السنه دي فرصه ذهبيه للفريق ممكن ما يكونش في مستواه قوي انه ياخد تشامبيونز ليج؟ ليه بكلمك على طبعا طلع ليفربول بره الحسبه، سيتي مش في افضل حالاته، بيظهر لماتش ضد مانشستر يونايتد ظهر انه فيه قوي جدا، بايرن ميونخ مترنح، يوفنتوس شرح نفس الكلام على بايرن ميونخ، برشلونه شرح نفس الكلام، مفيش فريق مرعب في اوروبا حاليا بعيد عن ليفربول طبعا، طلع ليفربول بره الحسبه تماما، لكن ممكن ليفربول في ماتش الدنيا ما تمشيش معاه، تبقى الدنيا واقفه، الكره ما تمشيش معاهم، هل في فرصه انها لفريق ممكن ما يكونش في قمه مستواه او في قمه عطائه كفريق جماعي انه يقدر يكسب الشامبيونز ليج، خصوصا من السنه دي يعني الفرق مش في المستوى القوي؟ اكيد انت بتتكلم، بص ده دايما اللي بيميز الدوري عن دوري الابطال. دوري الابطال انت ممكن ماتش واحد تبقى مثلا كسبان في الذهاب
نتيجه كبيره وبترجع في الاياب تخسر وخلاص شكرا ماتش، وممكن ما تكونش ماشيه معاك فعلا يعني، او تكون بتلعب وحش زي ما حصل بين برشلونه وليفربول السنه اللي فاتت. برشلونه كان الماتش الاول كويس وليفربول كان كويس في ماتش كامب نو، رجع الناحيه الثانيه ليفربول تسيد وخلص الماتش بال 4-0. فده اللي ممكن يحصل السنه دي. لكن لو ليفربول يعني ليفربول متهيألي حسم الدوري خلاص، هو محتاج بشكل منطقي طبعا. فلو هل يقرر كلوب ان هو مثلا ينقل عامل التاريخ وعامل التركيز شويه اكتر على دوري ابطال واخد الثنائيه التاريخيه، ولا هيهتم اكتر بانه ياخد دوري انديفيد؟ هي دي مشكله. خلي بالك يعني ده ديبيت، يعني انا كواحد مشجع ارسنال ده ديبيت فضل اصلا عايش مع جمهور ارسنال لحد ما ارسنال فينجر اعتزل. هل كان قرار فينجر في وقتها سنه 2004 انه ارسنال كان عنده فرصه ذهبيه يكسب تشامبيونز ليج ساعتها، لكن فينجر قرر ان 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 الثنائيه حاجه ممكن تتكرر لكن دوري اللا هزيمه شيء صعب جدا انه يتكرر، فبالتالي ركز بشكل كبير جدا على الدوري. وفاكر كان في ماتشات في الاسابيع الاخيره كان ممكن فينجر ينزل بيها بتشكيل اضعف ويحط التركيز لما ارسنال لعب تشيلسي حتى في دور الثمانيه في الشامبيونز ليج ساعتها، لا كان ممكن ساعتها الموضوع يتوزن. لكن هو دايما ده نقاش محتدم حتى بين جمهور ارسنال وبين بعضه يفضل طول عمره عايش. لا لكن انا شايف ان كان الصح ساعتها، لا طبعا العب على الشامبيونز ليج، يعني دي بطوله ثانيه تتكتب في تاريخك. طبعا دوري الهزيمه انجاز عظيم، وانا اشك حتى ان ليفربول هيعمله السنه دي، لكن بطولتين ده انجاز اكبر يعني اكيد. بس انجاز يعني اختلف معاك، لا ليفربول ممكن يعمل يعني شايف انه ان شاء الله لا يعني دي حاجه ثانيه امنيتك ان شاء الله. ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله ارتيتا هو اللي هيخلص. بص يعني لا ما لسه اتفق الاول لسه ان شاء الله بيقلب كويس على الله. بس الناحيه الثانيه انت عندك يعني ليفربول لو قارنا بينه وبين ارسنال ساعتها، ارسنال كان بص تعادلات، ليفربول لحد دلوقتي ما تعادلش غير ماتش واحد. احنا في الجوله الكام يعني؟ خلي بالك ارسنال يعني 12 تعادل و26 مكسب. طبعا يعني الدنيا كانت محتدمه والمستويات كانت اقرب. خلي بالك ان ليفربول السنه دي يعتبر ما ناشف ولا ماتش كبير، ماتشات الكبيره بس ماتش مانشستر يونايتد يعني. ولو الماتش كان بتاع يونايتد ده مد 5 أو 10 على كده ليفربول هيكسب طبعا، هيكسب مستريح يعني. انت يعني انا فاكر ضغط مرعب من الدقيقه 85 بعد اللي انا ما جاب الجون، انا فجاه كان في تطار جوه منطقه الجزاء عند الدخان. ريال مدريد كام في المية من مستوى ليفربول دلوقتي؟ سؤال صعب. يعني لا يعني 40 طبعا يعني احنا كل الناس تتكلم فعلا اوروبا السنه دي الفرق فيها مش على المستوى المأمول، استثناء ليفربول هو اللي مرعب. ليفربول في كل مركز عنده لعيب بكلاس ايه. بالظبط كده يعني بالزبط. عنده لعيب كلاس ايه يعني، ويورجن كلوب بره. وانا يعني بص انا اكتر حاجه تبهرني في ليفربول، يعني ماشي بشجع يونايتد وتمام ورايفل وكل الكلام ده، لكن اكتر حاجه تبهرني في ليفربول مش الثلاثي الهجومي ده الطبيعي بتاعهم خلاص، لا الباكين روبرتسون وارنولد حاجه في حته ثانيه، حاجه عظيمه جدا. والباصات اللي بيعملها ارنولد كل اسبوع لروبرتسون ويخش، لا دي حاجه. طيب ادينا كده شويه كومنتات كده، كومنتات هات لنا من تحت بقى. محمد ابو زيد بيقول ريال مدريد ثاني افضل فريق في العالم بعد الاهلي. ماشي يا محمد رايك تمام. محمد حسني بيقول الريال كسب باقل مجهود. محمود مجدي بيقول الكلام على مباراه الزمالك، على حد ان محمود الزمالك ما لعبش النهارده، ف يعني يوم الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه ضد زاسكو نتكلم على طول عن ماتش الزمالك. احمد عبد المنعم بيقول استنى شويه لما الريال ياخد بطوله. طيب لا عادي، هو بنطلع كل يوم لايف بنتكلم عن اللي حصل في الماتش، فدي ملهاش علاقه. بس ممكن تقول لي انت شايف ريال مدريد فين دلوقتي في الموسم يعني؟ عندنا بعد كده في طبعا ماشي يعني احمد محمود بيقول فاول مش فاول، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، عايزين تنزلوا فالنسيا ينزلوها. لا الموضوع ما كانش فيه يعني، حتى البنالتي اللي اتحسب على ريال مدريد حسوا يعني، انا حاسه عادي يعني، يعدي يعني. بس برضه لا في ايده في منطقه الجزاء، لا بتبقى صعبه قوي يعني. طيب اسامه ربيع بيسالنا يعني بيقول انا منتظركم من بعد الماتش، سؤالي ايه سر الصلابه في ريال مدريد الدفاعيه؟ عمل زيدان في الفريق، انت شايف الدفاع ريال مدريد تحول ازاي؟ بص خليني كده يعني، ريال مدريد اتحول لكتله، بمعنى في فرق بين الفريق القوي والفريق الضعيف. بالنسبه لنا الفرق بين الفريق القوي والفريق الضعيف ايه؟ الفريق القوي بيتحرك كوحده واحده، بتهاجم كوحده وبتدافع كوحده، ما بقاش 4 لعيبه بيدافعوا و6 بيهاجموا والدنيا مقسومه بينهم. لا ريال مدريد النهارده تتفرج على مودريتش، تتفرج على كروس، تتفرج على اسكو، 3 لعيبه يعني باستثناء طبعا يعني كروس ومودريتش، مودريتش كمان السن وكروس السن، واسكو لعيب اصلا ما بيدافعش، لا اللعبه دي واقفه وبتدافع وبتسند مع كاسيميرو، مع كاسيميرو واقفه صح جدا، وكره مع فالنسيا، فالنسيا مش عارفين يتصرفوا بالكره لان الفريق واقف صح جدا ككتله واحده. الناحيه الثانيه كمان الاربعه بتوع الدفاع عارفين ادوارهم كويس جدا،
رقم واحد من احسن طبعا مساكين العالم. انا ما بقتنعش جدا ان سيرخو راموس فلتة من فلتات زمانه، لكنه يظل من اهم المساكين في العالم دلوقتي. فالفريق انت اللي بيوقف قدامك 4-5-1 كتله واحده، انت مش عارف تتصرف في الكوره. الضغط بتاعهم مثالي جدا بالنسبه للماتش ضد فالنسيا، ما بقولكش ان هو ده زي ضغط ليفربول المجنون على الكوره، لكن لا ضغط مثالي للمباراه ضد فريق منافس ليك. فبالتالي ظهروا بشكل صلب جدا، ولما احتاجوا ان هم يهجموا ولما احتاجوا ان هم يروحوا يحطوا جول، لا الفريق بيتحرك بصلابه وانسيابيه، يعني الاثنين مع بعض. فريق سوليد جدا في خروجه بالكوره، وبيعرف يوصل لمنطقه الجزاء بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت الوضع انسيابي جدا والموضوع ممتع، ومودريتش بيروح في مكان وايسكو بيروح في مكان، والناس متوزعه بشكل هايل في نص ملعب فالنسيا. وده اللي شفناه في الاجوال، يعني جول ايسكو الثاني وجول مودريتش الثالث. في كبير. غير الروقان طبعا، في روقان وفي شياكه كده في الملعب، ولكن فترات ما قبل زيدان كان صعب قوي انك تلاقي مودريتش في المكان ده بالظبط، كان صعب قوي انك تلاقي ايسكو بيلعب اصلا، يعني ما كان بيبقى بعيد إسكو جدا، ما بيلعبش غير مع زيدان مع بالظبط. فبالتالي لا، في انسيابيه في الاداء، وده راجع لان هو حول ريال مدريد ليونت واحده واحده، وده الفرق بالنسبه لي انا بين الفريق القوي والفريق الضعيف. اعتقد كمان يعني بعيدا عن حته الدفاع كمان اسامه، زيدان فكره انه بعد ما بدا يستوعب عدم وجود رونالدو هجوميا كمان أكيد. بدا بشكل واحد يشكل، خلاص كان في اعتماد على رونالدو بشكل اكبر أكيد. طبعا أكيد. في الثلاثيه التاريخيه بتاعه دوري الابطال دلوقتي لا، الفريق بقى واحده واحده هجوميا. بنزيما مش موجود، يوفيتش لسه مش بيتالق زي ما قلت لك في الاول، كل لعيبه النص بتدخل. رودريجو بينزل بيجيب اجوان، فينيسيوس بينزل بيجيب اجوان، مش قوي يعني، فينيسيوس كانت يعني رودريجو بصراحه رودريجو اعلى من فينيسيوس بكتير بكتير بكتير. انا قصدي بس فينيسيوس برضو يعني بيجيب مش نفس رودريجو، لكن انا كنت هقول لك لسه هقول لك كده، لا رودريجو بالنسبه لي اعلى بكتير بكتير كتير. كمل كلام طه حسن بيسال عن عدم سبب عدم حضور صلاح الحفل افضل افريقيا، كان في لايف امبارح استنى، لكن لحد دلوقتي مفيش اعلان رسمي. يعني هو يعني في المواقف زي دي بيبقى صعب انك تستنى بيان رسمي او سبب واضح لعدم حضور الحفله، يظل قراره و تظل بقى ردود الافعال بين رافض بين مؤيد، لكن عمرك ما هتلاقي، لانه سبب في الاخر سبب شخصي الراجل او اللعيب ينفرد فيه مع 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 الناس الممثلين لمصالحه والناس المقربين منه. فبالتالي صعب قوي انك تلاقي بيان رسمي او حاجه بتشرح السبب الوحيد الاوحد ورا القصه. ممكن يكون البوست اللي هو نزله على انستغرام امبارح ان هو بتاع اتحاد الكوره، مش عايزين برضو نجزم بحاجه، لكن الواحد ده الحاجه الوحيده كان نقدر نقول اعلان واضح للموقف بالظبط. يوسف صابر بيسال ايه الفرق بين كورتوا اول ما جه دلوقتي؟ كورتوا بالحراس العظام جدا، انا بالنسبه لي كورتوا دايما عنده نقطه ضعف واضحه في الكور اللي على الارض بالظبط. ماتش اليابان في كاس العالم ماتش يعني ومع تشيلسي عمل كوارث، ميسي ملبسه كباري يعني على طول. ولكن كورتوا من الحراس اللي بالنسبه لي ما كانش عندي شك ان هو هيوصل لمستوى حلو مع ريال مدريد، لان كورتوا اصلا حارس كبير، وهنتكلم على حارس من اهم خمس حراس في العالم دلوقتي. الفرق ان انا حاسس ان في ثقه، وبعدين في نظريه كده في الكوره دايما يقول لك ان مستوى الحارس بياخد من مستوى الفريق. لو الفريق واقع الحارس مش هيشيلك لوحده، لو الفريق كويس لا الحارس بيشيل معاه، وبيبقى الموضوع متبادل يعني. فانا شايف ان مستوى كورتوا من مستوى ريال مدريد كله، الراجل شايف الفريق اللي قدامه وبيستعيد جزء من ثقته في نفسه اللي كانت متدمره تماما مع بدايه السيزون. هو قال لنفسه في مره في حوار نفسه انا كنت مترجمه من فتره، انه ماتش جالاتا سراي في دوري الابطال كان نقطه تحول بالنسبه له، عمل كذا سيف ومن هنا بدا يستعيد ثقه. واضح ان الموضوع كان نفسي أكيد. كان مهزوز في الاول، لان هو جه على فريق مهزوز في البدايه بالظبط. واحنا مش مجال ان احنا نقيم قدرات كورتوا كحارس مرمى، لان كورتوا اكيد من اهم خمس حراس مرمى في العالم، وممكن تكون في العقد الفاضي اللي فات كله يعني. تمام. العالمي الاسلام بيقول الريال بمستوى ده مع التدعيمات الجايه ممكن يكون بعد ليفربول. كلام كويس ممكن. عالمي ممكن طبعا. احمد باكر بيقول الريال بس عشان الاصابات يعني قد كده مرتين، ممكن اكيد طبعا اكيد الاصابات بتفرق. المره اللي فاتت كنت لايف مع اسلام وقلت له انت حاسس ان ريال مدريد مفتقد هازارد؟ وانا مش حاسس ان هازارد راح ريال مدريد لسه يعني هازارد طبعا حاجه امكانيات مهوله للاعيب هايل، لكن انا مش حاسس ان ريال مدريد النهارده لو كان هازارد موجود كان ماتش يخلص 3-1 برضه، او كان هيبقى موضوع طبيعي فاهمني. مش بس انا عندي احساس تاني انه الناس منتظره من هازارد، معرفش انت ممكن ده لك انه رونالدو هات لي 50 جون في الموسم ده، مش هازارد مش عارف يعمل كده، مش عارف يعمل كده. هازارد اقرب لشخص هيساعدك على تسجيل اهداف، مش هجيب لك اجوال بنفسه، هو يعني معدلاته التهديفيه كمان مش سوبر للدرجه، ولكن يظل هازارد. انا برضه حاسس ان
يعني عندي كده حاله احساس ان هازارد لسه في تشيلسي يعني، وحتى تشيلسي مش متاثر بغيابه، حاسس ان الدنيا عادي كده. هل مثلا هازارد من الصفقات اللي ريال مدريد هيعملها زي بقى نفتكر بقى ستيف ماكمانا من بقى الصفقات اللي هي بتبقى الضخمه اللي ما بتحصل ما تبقاش داعيه حتى لو ليها حاجه فنيه، ولكن صفقه ضخمه في الاخر ما لهاش اثر فني ضخم يعني. ما اعرفش، لا يعني اكيد هيبقى ليه اثر، لكن هو راح وزنه زايد في البدايه، ما كانش لسه متاقلم 100%. نقدر نقول ان زيدان نفسه كان لسه بيدور على التجانس بين اللعيبه يعني، على الاصابه جات اصلا في وقت سيء ان هو جدا. كان بدا يعلى هازارد بدا يعلى، لكن ممكن ده تكون فايده يعني بضرة النافعه ان هو يبتدي الاول ينزل بوزنه عشان يبتدي يرجع على فريق سوليد اكتر، يبتدي ينسجم اكتر، فنقدر نشوف هازارد يعني. انا بالنسبه لي قبل ما اكمل الكومنتات انه الاصرار بتاع ريال مدريد على ضم بوجبا، انا شايف انه الافضل ان هو كان يروح لفاندي بيك، لعيب اصغر سعره اقل حاجه ما لكن الاصرار على ضم بوجبا مع مشاكل رايولا اللي بتحصل كل سنه تمام. فيعني انا مش فاهم ليه اظن ان زيدان بيلعبها فتح بوجبا يعني. خلاص هي بس هو زيدان لما اعلنها من فتره لما اتكلم وسولشاير رد عليه مش فاهم، هو زيدان عايز بوجبا واضحه صريحه يعني، بس هياخده في الشتاء؟ طب هياخده في الصيف؟ طب لعيب ما لعبش الموسم ده كله غير 8 ماتشات، منهم 3 ماتشات تقريبا 30 دقيقه على بعض، هتاخد لعيب عامل ازاي؟ بوجبا طبعا يظل بوجبا لكن هتلعب مكان مين؟ مكان مودريتش؟ طب مكان مين؟ ما هو كل قرار قصاده قرار. الفير بلاي، اللعبه النظيفه، هتاخد بوجبا بمرتبه العالي، هتمشي مين من اللي عندك مرتبه عالي عشان توازن؟ الاقرب طبعا يعني اظن الاقرب اللي راح لخامس رودريجيز لايفرتون زي ما اتقال بالفتره، واكيد ممكن يبقى في راحل ضخم تاني عن صفوف ريال مدريد. اعتقد مودريتش كان في كلام لانتر في اول الموسم بس اظن صعب قوي دلوقتي. جول لوكا الثالث منتهى الروعه، ده لوكا محمد جميل، هدف جميل قوي. حارس ريال مدريد اثبت انه حارس كبير. طه حسن بيقول هل تتوقع حدوث مشاكل بين صلاح وماني في الماتشات القادمه؟ ما اعتقدش يعني، الموضوع بعيد قوي. مش يعني أظن, اظن 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 ان 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 صلاح من الكياسه ان هو يكون برر لماني موقف ما يعني، لم يكن يعني عدم حضور صلاح مرتبط بعدم فوزه بالجائزه، اظن ان هو يكون برر لماني موقف عدم حضور الجائزه لو كان ليها اسباب بمشاكله مع اتحاد الكوره او سبب شخصي اخر يعني. اتمنى ان صلاح يكون عمل كده حتى لا يعني عشان الموضوع فعلا ما يسببش مشاكل. خلي بالك من حاجه، موضوع ان ماني وصلاح والخلاف اللي ما بينهم على طول على السطح، وحصلت قبل كده ان ماني زود الامور لما لو فاكر ماتش كان ليستر سيتي غالبا وطلع واعترض على عدم تمرير صلاح للكره، وكان واضح جدا وصالحه وماني بعدها. صلاح اصلا كان في ماتش عادي مرر له الكره اكتر من مره، كان فرصه أكيد. احسن للتسجيل. فمن وجهه نظري ان عدم تمرير صلاح للموقف بشكل واضح من عدم حضور الحفله هيرجع الكلام حوالين الخلاف مره تانية. احنا اسفين طبعا احنا بنبعد على الموضوع، ولكن هي ده السؤال اللي جالنا يعني. على عكس اللي عملوا التوضيح بتاع محرز امبارح بالظبط كده. محرز حتى يعني محرز سبب رفضه واضح، عنده مباراه في نفس اليوم يعني ضد مانشستر يونايتد، والراجل امبارح لعب وسجل كمان، فبالتالي كان لازم يبقى في وضوح اكتر من كده بالنسبه لي من وجهه نظري الصراحه، الا لو هو برر لماني ما بينهم بقى ما بينهم وبين بعض قبل ما يجي اسباب. اتمنى 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 جدا 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 ان عدم حضور صلاح ما يكونش بسبب عدم فوزه بالجائزه، لان الوضع مختلف لما كريستيانو رونالدو بيعمل كده، وانا على فكره لما كريستيانو رونالدو بيعمل كده مبقاش مبسوط. اكيد مودريتش نفسه انتقد الموضوع ده لما في حفله اللي زبست اللي قبل اللي فات، ولما سالوه هو نفسه راح ليه يسلمها لميسي قال عشان هو ده المفروض يحصل للاعب الكوره يعني. لكن ما تبقاش الحفله في بلدك ويبقاش اللي هيكسب بيها زميلك في الفريق، هي الوضع حساس جدا. اتمنى يكون صلاح يعني اظن هو عنده من الكياسه الكافيه ان هو يتصرف في موقف زي ده. في بعد كده احمد الخولي بيقول فينيسيوس افضل بكتير من رودريجو على المستوى الفردي والبدني، لكن رودريجو نجاعته التهديفية افضل ايجابي جدا على المرمى. مع الوقت لو ركز فينيسيوس على المرمى مش هيبقى فيه يا خولي من الاخر الكرة جوال يعني. في الاخر انا هجيب لعيب طبعا فينيسيوس والكرة في رجله ممتع جدا، ولكن ايه الهدف في الاخر؟ لا الهدف ان انا اكسب. تمام يعني خلاص. مصطفى كمان بيقول كمان ليفربول مع كلوب بيعرف يكسب، فتمام كده الكومنتات اغلبها. انت عندك حاجة تانية تقول؟ نستنى يعني. انا لسه شفت كلاسيكو جدا، لسه شفت كلاسيكو تاني جدا. كلاسيكو اللي فات ما كان تكتيكي قوي ومفيهوش اهداف هي هي الكوره يعني. بالنسبه لنا الكلاسيكو احنا عايزين نتفرج على جوال، عايزين نتفرج على ماتش فيه جوال، وبما ان لازم فريق يطلع كسبان نتمنى. انا اتمنى جدا، انا الفكره اللي بشجع على ريال مدريد ولا برشلونه، لكن اتمنى ان بكره برشلونه يكسب اتلتيكو ونتفرج على كلاسيكو في اجواء خليجيه جميله. توقع
طول ما ميسي في الملعب دايما بتبقى الافضليه لناحيه برشلونه في اي مباراه في اي حاجه في الدنيا. طول ما ميسي في الملعب الافضليه لبرشلونه. الجماهير كمان لسه قاري خبر انه تذاكر ماتش اتلتيكو وبرشلونه بيعدي طبعا الناس عايزه تتفرج على ميسي. ريال مدريد كان واخد مسانده غير طبيعيه. الناس جايه تتفرج على انديه هي ما بتشوفهاش في الوضع الطبيعي، ومعروف ان المنطقه العربيه خصوصا يعني السعوديه فيها نسبه تشجيع لريال مدريد وبرشلونه بنسبه كبيره جدا يعني. بنشوفهم على تويتر بيبقوا يعني تحياتنا لكل الناس الصادقه على تويتر. انا هروح للماتش الثاني اكيد طبعا طبعا فرصه عظيمه انا هشوف ميسي في الملعب. فزي ما بقول لك وجود ميسي في الملعب وخصوصا ضد اتلتيكو مدريد بيبقى موضوع شبه محسوم يعني. بالظبط يعني خلاص نختم بقى. اتفضل يا باشا اختم. يعني شكرا لك يا فادي. شكرا ليكم وان شاء الله استنونا بكره في لايف جديد بعد ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد. شكرا.